السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله سوف أتحدث عن برنامج اللوتري إلى أمريكا 2022. دونك إن شاء الله اليوم سوف أجيب عن بعض الأسئلة. هل البرنامج مازال مفتوح؟ هل تم إلغاء هذا البرنامج؟ وهل ما هي الشروط والقوانين التي تم تعديلها في ضمن هذا البرنامج؟ يعني جميع الأسئلة سوف نتطرق للإجابة عليها إن شاء الله في هذا الفيديو، وبشرى سارة في الأخير للناس اللي دفعوا البرنامج 2020 واللي كان الطلبات تاعهم موقوفة، وتم رفع دعوى ضد هذا القانون اللي خرج باش يتوقف الطلبات. سوف أتحدث إن شاء الله عن هذا بالتفصيل في الفيديو، في آخر الفيديو إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد، ومرحبا بكم على بركة الله. السلام عليكم. أول إجابة على السؤال، هل لوتري هذا العام تاع أمريكا فعلا موجودة أو ملغية؟ دونك هذا العام إن شاء الله بالنسبة ل 2022، دونك اللوتري نعم موجودة، لم يتم الإيقاف ديالها أو الرفض ديالها. دونك اللوتري إن شاء الله غادي تكون بين مدة دائما تكون بين الأسبوع الأول في شهر أكتوبر حتى الأسبوع الأول في شهر نوفمبر. دونك ان شاء الله سوف يكون اللوتري هذا العام، ولكن لا دات اكزاكت باقي ما تكلموش عليها. دونك تابعوني ان شاء الله في الانستغرام، غادي نلوح لكم لا دات عما قريب، يعني بين لو بروميي حتى لو 7 اكتوبر ان شاء الله. وجدوا راسكم باش تدفعوا الطلبات بقوه، لان هذه فرصه لا تعوض. يعني الناس اللي تجيهم تقريبا جرين كارت تمشيو لأمريكا يعني بطريقه سهله جدا، بدون عندهم شواهد كبرى او تجربه كبرى في الميدان. يعني التقديم ديال هذا البرنامج هذا غادي يكون في الموقع الرسمي ديال وزاره الهجره الامريكيه، لتتخلي كاين ويب سايت واحد اللي تقدر تدفع فيه هاد الطالب هذا. يعني حذاري من لي ويب سايت المزيفين في الانترنت اللي تطلبوا الاموال، او يجب ان تدفع الاموال باش تدفع الطلب، ولا يشفروا لكم يعني المعلومات الخاصه تاعكم. يعني حذاري، غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق هذا الويب سايت ديريكت باش تدخلوا ديروا الطلبات ديالكم، اللي سهل جدا. ولا ما كنتوش تعرفوا تقدروا تشوفوا مع شخص لي من العائله تاعكم او الاقرباء تاعكم اللي يعاونوكم باش تقدروا تدفعوا هذا الطلب هذا، لانه يعني سهل جدا. يعني كاين واحد الملتزمات ديال الصوره والمقاييس، يعني الناس معروفه عند لي سيبر كافي باش تقدروا تمشيو ديروا التصويره ديالكم وهذا، والطلب يعني سهل جدا. دونك كما قلت لكم اخوتي، دونك هذا البرنامج هذا يعني هو تتم بطريقه عشوائيه، وهو بالمجان، يعني مجاني، يعني ما تكلفوش باش تدفعوا يعني الفلوس باش تدفعوا لهذا الطلب هذا. يعني سواء ديروه بوحدكم او يعاونوكم الاصدقاء تاعكم او الاقرباء باش يساعدوكم باش تعملوا هذا الطلب هذا. سواء لما عرفتوش تقدروا ديروا مثلا واحد المكتب ديال اللي تعاون على الاستماره باش يعاونكم باش ديروا الاستماره ديالكم لطلب هذا البرنامج هذا، ولكن ما خصوش يكون يعني غالي جدا، يعني خصو يكون بثمن عادي جدا. يعني غادي تاكدوا بانه غادي يدفع لكم الطلب تاعكم في الويب سايت الرسمي ديال الهجره الى امريكا. يعني ما تحاولوش ديروا مثلا، يعني ما تطلبش باش ديروا محامي او مستشار في الهجره او على اي، يعني لما عرفتوش تقدروا ديروا يعني مكتب يطلب لكم الطلبات تاعكم. واي مكتب قال لكم بان راه عنده هو الوحيد اللي تقدر يدفع الطلبات وتقدر تجي فيكم 100%، ها يعني هاد السيد هذا راه كاذب، يعني هاد السيد ما ديروش معاه اصلا، لان الطلبات هادو تكون طريقه عشوائيه، ماشي مكتب معين اللي عنده الفرص باش يجيب لكم يعني الهجره الى امريكا. واي واحد طلب منكم يعني واحد المبلغ معين زائد التكاليف ديالو للخدمه، عرف بانه شخص كاذب ايضا، لان يعني التكاليف تاع الطلب يعني مجانيه، يعني تتبقى غير نسبه يعني ضئيله بالنسبه للطلب، يعني تاع اعداد الاستماره ديالك من طرف هذا المكتب، يعني ما يكونش زيد لك الثمن كثير ولا هذا. واي واحد يقول لك باغ اكزومبل مثلا غادي نشري لك مثلا هاد باش تجي فيك القرعه، واعطيني الفلوس يعني زائده باش نعاونك باش تاخذ القرعه الى امريكا، يعني شخص كاذب. يعني ما تثقوش، وحذاري وحذاري من الصبا، لانهم تكثروا في هذا الوقت سبحان الله العظيم. يعني حذاري من الصبا، لان ما يمكنش شي واحد غادي ياكد لك بانك تاخذ وتجي فيك القرعه الى امريكا. يعني تدفع
الطلب تاعك عن طريق يعني وحدك ولا عن طريق لاجونس اللي تعاونك، ولكن يعني هذاك الشيء في يد الله سبحانه وتعالى. تقدر تجي فيك تقدر ما تجيش فيك، كما قلت لكم الا جات فيك هذا العام مرحبا، ما جات فيك العام الجاي ان شاء الله تجي فيك، وان شاء الله يسهل على كل واحد فيكم وكل ما تتمناه ان شاء الله باش تهاجروا لامريكا وتغيروا الوضعيه ديالكم من حسن الى احسن ان شاء الله. انا غادي ان شاء الله غادي نقدم لكم فيديو اخر تفصيلي عن جميع الشروط وشنو هما الدول يعني المسموح لتقديم طلب وشنو هما الدول الممنوعه، غير ان شاء الله يخرج هذا الكومينيكي دو بريس ديال الهجره ان شاء الله في لوتري امريكا 2022، وغادي ندير لكم فيديو تفصيلي لجميع النقاط باش نتوما تقدروا تدفعوا يعني وحدكم بدون يعني اللجوء الى شخص اخر. وان شاء الله كاين المده ديال شهر يعني كافيه جدا باش تقدموا باش تشوفوا يعني كاع الجوانب اللي تحتاجوها جميع النقاط باش ان شاء الله تدفعوا الطلب تاعكم. الان سوف ان شاء الله نتحدث عن الجزء الثاني اللي هو بالنسبه للناس اللي جات فيهم القرعه لامريكا العام اللي فات 2019 في شهر 5 بالضبط. يعني من بعد ما وصل ما صدر واحد القرار يعني ديال تقريبا تعليق هذه الهجره الى امريكا لمدة 6 أشهر في أبريل 2020، يعني الناس ما بقوش عارفين شنو يديروا يعني بالنسبة لهذا القرار، وتسناو بالنسبة للمحكمة تنصف في الحق ديالهم. دونك غادي نخلي لكم واحد الرابط إن شاء الله ديال القرار ديال المحكمة في صندوق الوصف باش تطلعوا عليه بالتفصيل. تم رفع دعوى قضائية ضد هذا القرار، والقاضي الحمد لله استجاب لهذا القرار ووصف الناس اللي جاتو اللي خصهم يجيو وجات فيهم الحق للدخول الى امريكا عبر تاشيرات الفيزا. دونك ان شاء الله كاع الناس اللي كان عندهم طلبات موقوفه غادي ان شاء الله غادي يعطيهم مقابلات جديده باش ياخذوا تاشيرات ان شاء الله الى امريكا. ثانيا جميع الناس اللي كانت عندهم يعني طلبات موقوفه بالكي سي سي بالكنتاكي، دونك غادي حتى هما غادي ان شاء الله غادي يعطيوهم عما قريب يعني في اسرع وقت يعني مقابلات ان شاء الله باش يقدروا ياخذوا تاشيرات الفيزا. والجميل في هذا في هذا القرار ديال القاضي بان اصدر بان ان شاء الله جميع هاد الناس اللي ذكرت سابقا غادي ان شاء الله اجيهم يعني مواعيد يعني مقابلات قبل من 30 شتنبر هذا العام ان شاء الله 2020، يعني ان شاء الله عما قريب سوف اتلقاو بان عندكم مواعيد باش تمشيو تاخذوا الفيزا تاعكم ومقابلات ان شاء الله. وجميع الناس اللي ما مثلا ما وصلهمش يعني موعد او مقابله يديروا شويه لا بريسيون على القنصليه في البلد تاعهم، يعني يشوفوا هذا القرار يعني اللي صدر القاضي. انا نخلي لكم يعني في صندوق الوصف ان كوبي ديال هذا القرار، وحاولوا طالبوا القنصليه باش تعطيكم موعد وبانكم راكم على علم بان راه قرار خرج من امريكا والقاضي حكم فيه، يعني حاولوا ديروا شويه يعني لا بريسيون على القنصليه تاع امريكا في البلد تاعكم، وان شاء الله حد موفق للجميع. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى انني كنت فدتكم في هذا الفيديو، وان شاء الله تسناو قريب باش نتحدث عن جميع النقط للاشتراك في هذا اللوتري امريكا 2022 عما قريب ان شاء الله، وغادي نشرح بالتفاصيل جميع المعلومات اللي غتخصكم باش تقدروا تدفعوا الطلب بوحدكم وتقدروا نديروا طلب جميع ان شاء الله في الجهاز الكمبيوتر. حد موفق للجميع، شكرا للمتابعه، الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.